جولة في الصحف الوطنية على قناتكم قناة اس في جود، اهلا بكم. والبداية ستكون مع جريدة الاخبار التي كتبت مطالب لوزارة الصحة بفتح تحقيق وبائي بمستشفيات مراكش. شهد مستشفى الامراض العقلية بالجامعة القروية السعادة بدواحي مراكش حالة استنفار يوم اول امس الخميس، وذلك بعد الكشف عن اصابة نزيلين بداء السل، ما ادى الى بروز مطالب بفتح تحقيق وبائي من اجل تفادي كارثة المستشفى الجامعي محمد السادس، والذي تم اغلاق قسم المستعجلات به لحوالي سنة بعد الكشف عن اصابة عدد من الاطباء والممرضين وعمال الحراسة بداء السل. الى جريدة المساء والتي كتبت في احدى عناوينها: شركة الاشارة والرمال تجر برلمانيا بمراكش الى غرفة الجنايات. اصدر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الاموال يوسف الزيتوني قبل ايام قرارا باحالة برلمانية عن حزب الاصالة والمعاصرة على المحاكمة في حالة صراح متابعا اياه بجنايتي تبديد اموال عامة واخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها، فيما تابع مقاولين في حالة صراح ايضا بتهمة المشاركة في الجنايتين المذكورتين. نبقى دائما مع جريدة المساء والتي كتبت ايضا: اعتقال مشعوذة بالشماعية وحجز طلاسيم ورؤوس حيوانات. نجحت عناصر الضابط القضائية لمدينة الشماعية بإقليم اليوسفية أول أمس في وضع حد لنشاط امرأة تمتهن الشعوذة والسحر. وكشفت مصادر المساء أن اعتقال المتهمة جاء بعد عملية ترصد لها من طرف العناصر الدركية، وذلك بعد توصلها بشكاية من طرف سيدة متزوجة. وفي عنوان آخر: اعتقال أستاذ حاول اغتصاب طالبة بالقوة داخل معهد بأسفي. أقدمت المصالح الأمنية بأسفي بأوامر من النيابة العامة على اعتقال أستاذ بأحد معاهد مدينة أسفي، وذلك عقب تقديم شكاية ضده من طرف طالبة. وكشفت مصادر المساء بأن المتهم متزوج وأب لطفلين، اعترف للمحققين بواقعة محاولة اغتصابه لتلك الطالبة التي تبلغ من العمر 19 سنة، حيث من المنتظر أن يتم عرضه على النيابة العامة المختصة وهو في حالة اعتقال حسب المساء. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا في الصحف الوطنية لنهار هذا اليوم. نهاية أسبوع موفقة وإلى اللقاء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجوا المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.